العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الخامس وإحكام الاحتلال قبضته الحديدية على المعابر وبكميات المساعدات الإنسانية الواردة من خارج القطاع، هو ما زاد من الأوضاع سوءا، وشبح الفقر والجوع بات يلاحق الفلسطينيين الذين أصبح أكثر من 80% منهم من النازحين في الخيام ويعانون أوضاعا مأساوية. بس هو في أشياء كتير ناقصة عنا، بالذات من الأشياء، من الأدوية، من الحمامات، من مية، بدنا كل شيء يعني مساعدة، بالذات الأطفال اللي صار وباء الفيروس الكبد هذا منشر، صار والمكان مش متوفر لهم علاج بالمرة ولا حاجة لهم، ولا حتى العلاج الأعصاب مش متوفر برضو لهم في أي مكان، يعني متعب ما نلاقيش علاجات، كلهم مسكنات على المسكنات عايشين. وفي خضم هذه الأوضاع المزرية كان الشعب الجزائري سباقا في دعم صمود الشعب الفلسطيني عبر جمعيات خيرية لتوفير المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى توزيع وجبات غذائية على آلاف النازحين بمدينة رفح جنوب القطاع. اليوم الشعب الفلسطيني يعاني ويناضل ويقاتل في ذات الطريق التي سلكها الجزائريون على مدار 13 عقد من تاريخهم. ما نراه اليوم من وجود جزائري هنا في قطاع غزة عبر جمعيات أو مؤسسات هو جهد مشكور. أما هذا فهو المخيم الذي يضم مئات العائلات الفلسطينية النازحة من كل محافظات غزة، وأنشئ عبر دعم كامل من الشعب الجزائري، ويقدم فيه المساعدات الإنسانية والأغطية وألبسة الأطفال في ظل البرد الشديد في فصل الشتاء. بقول للشعب الجزائري إن شاء الله هيك ربنا بحميكم، يكفي إنهم بيدخلوا السرور على أطفالنا، يعني بدخلوا السرور البهجة أطفالنا وبدفوا، يعني بيفرحوا كتير، يعني بحسوا بالفرحة إنه في إشي بدفيهم، في إشي بفرحهم رغم المعاناة والحصار إحنا بنمر فيه، لأنهم فقدوا كل أغراضهم. هم قدرنا نفتح لحتى اللحظة في قطاع غزة تقريبا ما يقارب اللي هو 60 مخيم على مستوى القطاع، منها في رفح، منها في خان يونس، منها في الشمال. يعني الحمد لله المتطوعين وافدوا بالرغم من يعني الظروف الصعبة، إلا أنه بشغل ويعني بهمة كبيرة ودعم من أهلنا في الجزائر العمل كان مستمر. فالكارثة الإنسانية في غزة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار ووقف العدوان، إضافة إلى عودة النازحين إلى منازلهم في الوسط والشمال وفتح المعابر وتدفق المساعدات عبر هذه المعابر التي يتحكم فيها الاحتلال مستخدما سلاح الفقر والجوع ضد الفلسطينيين. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.